يقول فضيلة الشيخ، يكثر من الشركات والأسواق الإعلان عن المسابقات، ما ضابط هذه المسابقات وهل نشترك فيها ونأخذ الجوائز؟ مسابقات الجائزة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسابقات التي تساعد على الجهاد في سبيل الله، تدرب على الجهاد في سبيل الله، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذ المسابقات الجوائز على المسابقات لأنها من القمار ومن الميسر. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وهذه من أدوات الجهاد. النصل هو الرماية، تدرب على الرماية والإصابة، والخف هو ركوب الإبل لأنها من دواب الجهاد، والحافر الخيل، ركوب الخيل، لأن الخيل من دواب الجهاد أيضا، مستخدمات في الجهاد، هو يتدرب على الفروسية للجهاد، ويتدرب على ركوب الإبل للجهاد، ويتدرب على الرماية للجهاد في سبيل الله. وما عدا ذلك فأخذ العوض من أكل المال بالباطل، وهو من القمار. نعم.